الجدات يستخدمون الوشم لتزيين نفسهم، فكان اللون الوحيد المستخدم هو الأخضر، وكانت عملية وضعه مؤلمة جدا، واختفى بعد ذلك الوشم عشان يرجع قبل سنوات قليلة بألوان أخرى وتكنولوجيا جديدة. كل ما نريد أن نعرف عن الوشم أكثر راح نتعرف عليه من خلال ضيفتنا أخصائية الجلد والتجميل من صالون ساندرا لا دكتورة ندى كساب. صباح الخير. صباح النور. سعيدة بوجودك. طبعا غنية عن التعريف، الكل يعرف ندى كساب، الكل يروح يسوي تاتو وشكله جدا جدا جميل، لكن قبل ما نتكلم عن تاتو الحواجب حابين نعرف أكثر عن التاتو كماده. أول شيء بحب أقول أنا كثير سعيدة إني أنا موجودة بالبحرين، بلد الثاني اللي بحبها كثير، وبحب دائما إني أنا مثلا أعطي من قلبي عن كل شيء، يعني ما عم نحكي عن مهنة، عم نحكي عن شيء إنه في ذوق، في فن، في رسم. يعني هلا التاتو بالإجمال يعني هو اسم تاتو، بس هو بنقول ميك اب بيرمننت ميك اب، يعني اللي هو المكياج الدائم، لانه التاتو اذا بدنا نحكي عنه ما بيروح ابدا، وهذا يعني مثلا بيقولوا انه حرام وهيك، ما نحن بنعمله بطريقه انه يبين كثير طبيعي وما ما نشوه صوره الخالق يعني على الوجه. هي مثلا عمليه اللي هي البيرمننت ميك اب، انه مثلا هي بتكون كنايه عن قلم صغير كتير حديث، وفي إبرة صغيرة يعني، بس ما بدنا نخوف المشاهدين، ما في ألم، ما في دم، ما في شيء. طبعاً لازم يكون من قبل أخصائية تكون تشتغل في التعريف، ونحط فيها الكالر أي لون، يعني للشفايف، للحواجب، للعيون، حبة الخال، يعني هيك. طبعاً يمكن بعض الأشخاص نسوين يعني نقدر نشوف التاتو الحواجب، لكن مثلاً شعرها براون وحواجبها لون أغمد مثل أسود، وساعات نشوف العكس إن الشعر أسود والحاجب يكون بني فاتح، فعلى أي أساس يتم اختيار اللون المناسب؟ هلا شوفي، لازم تجي لعندي قبل نعمل استشاره، نشوف هي شو بدها، شو بيلبق لها. اهم شيء يعني لازم الواحد يكون يعني يعطي النظره الحلوه للوحده، نجملها مش نشوهها، يعني نشوف، يعني بدرس انا وياها مثلا شو بتشتغل، شو بتعمل، لانه هذا بياثر كثير، يعني اذا كانت موديل او كانت ممثله او كانت ست بيت او تشتغل، يعني كل وحده حسب شخصيتها وحسب الفورم، يعني تبع شكل الحواجب كثير بياثر على وجه المراه بالعمل. ساعات بعض الاشخاص يقولون انه مثلا انا حاطه تاتو مدته 3 شهور، ساعات 6 شهور، لكن هل تاتو الحواجب يعتبر تاتو دائم ولا بعد فتره يختفي او يروح اللون؟ لا، نحن هذا اللي بنسميه بيرمننت ميك اب، يعني المكياج الدائم هو حسب يعني اللون. هلا اذا كان فاتح ونشغل على درجه كثير على سطحيه على سطح البشره، ممكن يتم 3 شهور يعني ل6 شهور، منهم مثلا سنه، يعني حسب انت، لانه هلا هو نحن نشتغل فيه بالابره على اول طبقه من الجلد يلي هي اسمها الابيدرمس. هيدي الطبقه بتكون يعني البشره بتتجدد كل سنه وهيك، وبيختفي اللون يعني بيروح، بس اهم شيء يعني لازم تكون الطريقه تكون ناتشرال وبين الشعر، يعني مشان يبين طبيعي، يعني ما نغير شكل يشوه الوحده يعني. طيب في بعض مثلا نوع بشره معينه ما تناسبها التاتو، ولا كل انواع البشره ممكن ان تستخدم التاتو؟ هلا شوفي، يعني مثلا بالخليج اجمالا، يعني اذا البشره غامقه شوي بنضطر انه شوي اللون بيختفي قبل او بخف قبل البشره البيضاء، يعني البشره البيضاء بيتم عليها اللون اكثر شوي يعني. وفي طريقه مثلا في بينعمل شعره بالنسبه للحواجب، يعني اليوم رح نحكي هلا بيشوفوها بالتقرير، ببين يعني ما في دم، ما في شيء، يعني حسب الكالر عندك، من البن الفاتح للبن الغامق. الاسود ما كثير بحبه للحواجب لانه ببين مش طبيعي. راح نواصل حديث معك قبل ما نشوف هذا التقرير من اعداد الزميله رويده فاروق، يراوينا عمليه استخدام التاتو على الحواجب. اتجهت المرأة لظاهرة جديدة وهي العناية بجمالها باستخدام ما يسمى التاتو أو الوشم، ويعتبر مكياج أساسي تعتمد عليه.
استخدم التاتو لرسم الشفاه وتحديدها بشكل ثابت، وأيضا لرسم العيون بألوان الكحل ليكون الكحل ثابتا. وربما أكثر استخدامات الوشم هي في تغيير شكل الحواجب، وراجت موضته في السنوات الأخيرة وتطورت أيضا لتكون بشكل لا يضر البشرة. شفنا في التقرير، شفنا تاتو على الحواجب، ولاحظت ان التاتو لونه بني مو باخضر. يعني ساعات ممكن نشوف واحده نحس ان حواجبها خضراء. كثير واقعين في مشكله بالخليج العربي وباوروبا، يعني هيدا بسموه التشاينيز انك، يلي هو حبر الصين اللي كانوا من زمان يتجملوا فيه ويصير اخضر ما بيروح ابدا. يعني هلا في تقنيه انه مثلا ممكن تشيله ليزر بس بيترك اثر على الجلد، يعني كيف ما هي الرسم تترك اثر، ممكن تعمل جرح، عرفتي؟ هيدا نحن ما بنقدر نعمل فوقه لانه الحبر تبعي انا بغطيه فتره بس بيرجع بيصير اخضر. وإذا قلنا، يعني أنا بحب أقول للمشاهدين، يعني حرام ما يغلطوا كثير، يعني يشوفوا الأخصائية المضبوط شايفين شغلها وهيك، لأنه هيدا مش لعبة، يعني هيدا ما ممكن تصلحيه على الوجه. يعني وحتى ممكن هلأ لقوا علاج بالليزر CO2 ممكن يخفف اللون، بس بالنهاية كمان بيشيل الشعر، يعني بيروح الشعر معه which is ugly، يعني أنا ببين مش طبيعي وبيخف اللون بس ما بيروح totally. وعلى تجمع العروق يلي بتكون هون على الوجه كثير صعبه، اللي بتاثر على العين كمان، يعني مش دغري يلا عملنا نروح نعمل ليزر بنشيله كمان، يعني في كثير سايد افكتس. مش عمليه سهله، يمكن الحديث عنها سهله وفيري بينفول، مؤلمه جدا جدا. حتى يمكن لاحظنا ان وجود صالونات كثيره في البحرين، ان اخصائيه تجميل، تاتو كل مكان بسعر خاص، لكن كيف ممكن الوحده تعرف ان مثلا هذه الأخصائية راح تعمل حواجبها بطريقة جدا بروفيشنال؟ كيف ممكن تميز؟ شوفي، اللي بيجوا لعندي أنا مثلا تكون أنا صريحة وواضحة معهم، أهم شيء. يعني ممكن تجي تقعد عندي ساعة وما تعمل تاتو، يعني أنا ممكن فرجيها على الأغراض، يعني من وين البرودكت، يعني هو هيربل فرنسي، يعني وفرجيها كيف، وفرجيها حواجبي ترى أنا عاملة كمان، يعني ما ببين طبيعي. ممكن تجي وما تقتنع، يعني مثلا تكون جايه هي براسها انه بدها تعمل شيء فورم معين وانا ما بيلبق لها، ما بعمل لها اياه الا روح اعمليها غير مطرح، وانا عم بعطيكي ضميري ورايي، يعني عرفتي؟ دكتوره، جاتك مواقف انه مثلا وحده جاتك وعملت حواجبها بشكل خلينا نقول غلط او خاطئ مو بحلو واضطريتي انك تعدلينها لها؟ صار عندي موقف تقريبا من سنه مع بنت هون بالبحرين، ما بحب اقول مين، كان فرحها بعد اسبوع وعامله هون بالبحرين، كمان ما بدي اسمي المركز اللي عامله فيه، يعني الشعر تحت التاتو طاير فوق، والبنت يعني ما بدها حدا يعرف انها عامله تاتو، اجت لعندي بتصيح تبكي، وكان عندي كثير ناس جايين من السعوديه من الرياض وهيك، وكان إلا ما إلا 24 ساعة، سو اضطريت نحن في عنا البروفيشنال، في عنا مثل ليكويد هيدا، بس إذا ما صار 24 ساعة على التاتو بقدر شيله. أوكي. وبيعمل شوي شوي، يعني بيطلع شوي دم لأقدر شيل اللون لأنه تحت الجلد. بس إذا قطع ال 24 ساعة بسكر الجلد وما بعد فينا نعمله، إيه، وما فيها ترجع تقدر تشيله إلا بالليزر. ومؤلم جدا يعني. طيب هل هناك اثار جانبيه للتاتو؟ يعني بعد مثل ما شفنا في التقرير، بعد ما عملتي لها تاتو الحواجب مثلا، هل يصير احمرار انتفاخ؟ لا، مثل ما شافوا المشاهدين، يعني اذا بنشغل بطريقه بروفيشنال ما ممكن ولا يصير احمرار ولا شيء. ممكن مثلا تعمل عندي وتروح كوفي شوب مثلا او ترجع على شغله. بالنسبه للحواجب اوكي، مثلا العيون افضل انت بتبقى يوم بالبيت شوي، نحكي عنه بالحلقه المقبله،
عادي كثير يعني، ما ببين ابدا ولا احمرار ولا شيء، بس ببين شوي اغمق من اللون اللي بده يصير بعد اسبوع، لانه بده يقشر قشره خفيفه بعدين بصير طبيعي يعني، ببين كانك حاطه شادو، كانك حاطه باودر على الحواجب يعني. وانا بصير دائما يكون الشغل مثلا بين الشعر تبين طبيعي. طيب اللي مثلا مو حابب انه يسوي حواجبه كلها، يمكن بس مثلا يبي يرفع طرف واحد، ممكن تعملي بعد هيك؟ هلا انا في طريقه بنصح فيها كمان، بيكون هيدا طبيب التجميل مثلا، ممكن يعمل لها بوتوكس. بتعرفي البوتوكس يعني كل النسوان بهالايام صارت تستعمله هيك، بيرفع شوي الحاجب، لما يرفعه شوي يعني بضل انه نشتغل بين الشعر بس الحاجب رفع، وهذا يعني بتم لست اشهر لسنه يعني، اذا ما بدي بترجع حواجبها الطبيعيه، وبترجع التاتو بين يعني اللون بين الشعر يعني، ما غيرنا الشكل يعني، بس على شوي لفتره معينه يعني، اذا بدي بترجع بتعمل بوتوكس. كمان البوتوكس بده ينعمل بطريقه عند كمان عند دكاتره كثير بروفيشنال، لانه اوقات بيجوا لعندي حاجب طالع حاجب نازل، اوقات مثلا بعد سنه تكون انا عملت لهم، تجي بتقلي انت عملتي لي واحد، يا عمي لا مش هيك، انت عامله بوتوكس، بتقلي ايه يعني، بكون اوقات في حاجب بيبقى غير عن حاجب يعني. كمان لازم يكون الطبيب التجميلي اللي بده يعمل البوتوكس هو كمان لازم يكون بروفيشنال يعني. طبعا ضيفتنا اخصائيه الجلد والتجميل من صالون سندرا للدكتوره ندى كساب، شكرا لحضورك، شكرا على توضيح يعني كل الاسئله. وانا موجوده بالبحرين، اذا حدا بيحب اي استشاره سندريلا صالون موجود، وفيهم يتصلوا، وفي رقم تحت الهواء اذا بحبوا، ومش ضروري يعملوا عندي يعني، بكفي انه يجوا كونسلتيشن حتى ننصحهم يعني للافضل. شكرا لك دكتور. الله يخليك. شاهدينا فاصل من بعد وقفه مع الشعر مع الشاعره زينب محمود بعد الفاصل. حملت علشان البحرين،